مستعدين لحلقة جديدة من السنابل نيوز؟ خلونا نبلش بالعناوين. من مصر جوناثان وشهادة جديدة مع الرب. كشافة فالبرجاك وكرمز لدعم النشاطات الصيفية. دكتور أنطوان شو رأيه بتشاجر الأهل بالبيت؟ من العراق أكثر القصص يلي بيحبوها الأطفال من الكتاب المقدس. كيفكن اليوم؟ مستعدين لحلقة جديدة من السنابل نيوز؟ مثل ما كلكن بيعرف، برنامج السنابل نيوز بنخبر فيه نشاطات الأطفال المسيحيين بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا. مستعدين تنسمع الخبر الأول؟ العلاقة مع يسوع المسيح مبنية على اختبار حقيقة منعيشه مع الرب يسوع. جوناثان عنده علاقة خاصة مع يسوع. من مصر تقرير بيعرفنا أكثر. أنا اسمي جوناثان أمين، عندي 11 سنة، بابا قسيس وماما خادمة. إحنا عندنا وقت خلوة، بنقعد مع بعض وبنقرأ الكتاب المقدس. بابا لما أكون في حاجة واقفة قدامي بيقولها لي وماما بتصلي معايا. عندي 6 سنين كنت في الكنيسة وعرفت ربنا، كنتش فاهم يعني كنيسة وربنا وكده، ولما شرحوا لي في الفصل فهم، وبعدين صلينا وكنا حاسين بحضور ربنا. كنت مبسوط ان انا عرفت ربنا، يعني كانت احسن من الصلاة دي، كانت احسن من اللي انا بصليها قبل كده. حسيت ان ربنا معايا، ان حسيت بالاختلاف ان ربنا معايا وانا بصلي وانا في اي حتة. قبل ما اعرف ربنا يعني كنت بكذب على اصحابي وكنت بخبي حاجات كتير. انا قررت ان انا بعد ما عرفت ربنا ان انا اوقف كل حاجه انا بعملها غلط، كذب واي حاجه تاني. لاني سهمي في كبار وايماني شعلة من نار وصلاتي تهدم اسوار. لا اله الا انتصار وانا في دين يسوع، سهم مبري مرفوع اجري واطير قدام لهدفي من غير رجوع. انا في حياتي حصل معايا موقف ان في حد عيان وانا صليت له، كان المفروض ان الشخص ده يعمل عمليه بس هو ما عملهاش عشان انا صليت له. انا كنت فاكر ان ربنا بيحكي بس مع الكبار، لكن بعد كده عرفت ان الصغار والكبار يقدروا يكلموه. وانا بصلي افتكرت الايه اللي بتقول دعوا الاولاد ياتون الي، فعرفت ان انا برضو ممكن اروح له واكلمه. دعوا الاولاد ياتون الي، عندي لهم بركات لان لمثلي هؤلاء ملكوت السماوات. ربي احنا في الكنيسة عندنا بيبقى فيه درس كتاب كل اسبوع، وبيعلمنا ازاي نفتح كتاب كل يوم في الخلوة بدل ما نعمله كله في يوم واحد. ببقى مستمتع ومبسوط جدا بالدراسة بتاعت درس الكتاب لانه بيشجعونا. وانا مرة كنت سخن وتعبان وماما قالت لي بلاش نروح درس الكتاب النهاردة، بس انا كنت عايزة اروح عشان بستفيد من المكان ده وبتعلم كتير. اكتر حاجه بصلي لها ان في ارهاب، فانا بصلي له ان الرب يغيرهم زي ما غير شاول، لان شاول ده مضطهد المسيحيين، مضطهد الرب، وكان بيقتل المسيحيين وكان بيحطهم في السجن وبيعمل كل حاجه وحشه فيهم، لكن بعد كده الرب ظهر له وبقي راجل بيتكلم عن الرب. انا مصدق ان ربنا يقدر يغير الارهابيين دول وبعدين هما اللي يتكلموا عن ربنا.
كشك الشيف لبنان اسم فالبير جاك كرمز بيعود ريعهم لمخيمات ونشاطات صيفية. تقرير بيلقى الضو. هاي معكم جنى من السنابل نيوز. قربت الصيفية ومثل كل سنة الكشافة بينظموا مخيمات صيفية. كرمال هيك كشافة لبنان قسم فالبير جاك نظم هيدا الكرمز اللي بيعود ريعه لدعم هالنشاطات. هاي خبرنا اليوم ليه مشارك بالكرمز. أنا اليوم مشارك بالكرمز أنا بوزع مي على الستاندات لأنه أوقات بيكونوا عطشانين وما فيهم يقوموا يتركوا الستاند فاضي، فمشان هيك أنا حاطينه مع كذا حدا من عندي من مثلي تنحط تنوزع مي على الستاندات. قد ايه صار لك بالسكوت؟ أنا هيدي تاني سنة عندي بالسكوت، وعندنا بالكشافة نحن كلنا مثل أخوة وكثير بنتسلى. أنا مشارك بالكرمز إنه الشايفين طالبين مني وأقف هيدا الستاند، وكل ما بدهم يجوا أشخاص بيعطونا بون مكتوب عليه بوندج، إذا بيربحوا اللعبة ناتشون بون تاني لونه أزرق اسمه بون غانيون. أوكي، وهيدي اللعبة كيف تنلعب؟ هي هيدي اللعبة بيكون في هيدي الحديدة بقلبها طابة، لازم مرقوها لفوق بلا ما تقع بهول الجوار. نحن مشاركين اليوم بالكرمز كرمال نساعد المتريس تبعنا تيستقبل عدد أكبر من الناس، ولأنه الكرمز عايز عدد كبير من المعبرات تحت يقوموا بالشغل، مثلا كذا معبر مقسمين على الستاندات أو على الكونفلابات أو على كذا لعبة. أول شيء أنا مشاركة بالكرمز لأنه هذا كرمز الفال، ونحن مشاركة أنا هون لأنه كثير حلو الكرمز وهيك. هاللعبة بيكون في قصبتين، فبدنا نحط الطابة التنس على القصبة، نعليها بترجع تمشي هي الطابة، وفي ثلاث ترو، فلازم تقشط الطابة بواحدة منهم بيطلع لنا البونغانيون. أنا مشاركة بالكرمز لأنه أنا تلميذة الفال، وحسيت إنه هيدا الكرمز كتير حلو ولعبت بكل الألعاب وتسليت كتير، وفي ألعاب ربح في ألعاب خسار. أول شيء في اثنين، أوكي؟ أول تعطونا أبون بدك تشوتي وحدة هون وحدة براسه، إذا إجت وحدة هون وحدة براسه بيطلع لك أبون غانيون، إذا اثنين هون واثنين فوق براسه بيطلع لك اثنين. اليوم مشاركة بالكرمس لأنه عملنا كرمس في دي جونفلابل وفي دي جو، كرمال نطلع مصاري كرمال نقدر نعمل دي كون ودي جورني. نحن جيت جليبان وسكوت جليبان غروب فالبير جاك، نعمل كل سنتين كرمس قلنا من عام 85. هذا الكرمس بيطلع لنا من فاند ريزنج مصاري تنقدر نعمل مخيماتنا الصيفيه، نعمل سيرفيس بوناكسيون مع الفقراء تطلعنا. ففينا هيدي السنه عاملينه كرمال بدنا نغير اللوكال تبعنا نحسنه نظبطه، فهيدا الكرمس بيساعدنا. هيدا الكرمس بدوم كل المنطقة يلي حوالينا، بدوم المدرسة كمان والمعبر تبعولنا. حلو انه يكون حتى بالنشاطات عم نقدر نساعد غيرنا. كانت معكم جنى من السنابل نيوز. في اسئلة كثيرة عم تطرحوها بحياتكم وما عندكم جواب لها، سنابل نيوز بيساعدكم على الحصول على بعض الأجوبة. واليوم عنا سؤال رح نوجهه مباشرة مع الدكتور أنطوان الشرطوني. مستر أنطوان، منرحب فيك ببرنامج السنابل نيوز. في عنا سؤال حابين نسألك إياه. أحد الأطفال عم بيسأل، أيام أهلنا بيتشاجروا بالبيت وبنحس إنه الحق علينا أنا وإخواتنا. بعض الأحيان بيتشاجر بعض الأشخاص أو بيتخانق بعض الأشخاص، وبعض الأحيان بيتخانق الماما والبابا حساب شغلة معينة أو بيتشاجروا حساب شغلة معينة. أكيد الأولاد مخصون، أطفالهم مخصون إذا تشاجر الأب والأم، بيكونوا تشاجروا لأسباب معينة، أسباب اقتصادية مثلاً، مثلاً مش عارفين شو بدهم يشتروا أي غرض، أو تشاجروا على فكرة معينة، البابا عم بيقول فكرة، الماما عم بتقول فكرة تانية، فتخانقوا على هذه الفكرة. مش يعني إذا تخانق الماما والبابا يعني هني ما بحبونا أو ما بحبوا أطفالهم، لا أكيد لا، هيدي فكرة كتير غلط.
بعض الأحيان الماما والبابا بيتخانقوا أو بيتشاجروا لأسباب معينة أو لأشياء معينة، وهني أكيد اللي حبيلاقوا الحل الأنسب للشجار ومش حيتخانقوا دايما. فإذا مرة تخانق الماما والبابا يعني مش مشكل إذا تخانقوا، بل بالعكس لازم نقلهم إنه بتكون تروقوا وتهدوا، وعلى الهدوء نقدر نعالج كل المشاكل ونلاقي حلول لكل المشاكل. أهم شيء لهيدا السؤال يلي سألتني إياه يا ماركوس هو إنه ما لازم نخاف أو نبكي أو نصرخ وتكون الماما والبابا عم يحكوا عن موضوع معين أو عم يتشاجروا عن موضوع معين. بالعكس لازم نقول إنه بالهدوء بنقدر نعالج المشاكل ونلاقي حلول للمشاكل تبعنا. أنا بشكركم وبشكر أكيد استماعكم، وأكيد بشوفكم بحلقة جديدة. أنا بشكرك على جوابك. إذا عندكم مشاهدينا أي سؤال بتحبوا تطرحوه نحن مستعدين إنه نجاوبكم. بعتولنا أسئلتكم على الفيسبوك أو الإيميل. الأطفال بالعراق بيحبوا قراءة الكتاب المقدس. شو هن أكثر القصص اللي بيحبوها الأطفال؟ من العراق تقرير بيلقى الضو. طبعاً أكو هواية قصص بالكتاب المقدس، ومو كل القصص سهلة حتى يتعلمها الأطفال. فخلنا نشوف اليوم شنو أكثر قصص اللي يحبها الأطفال، وشنو الطرق اللي يستخدموها المعلمين بتعليمها لهم. فخلوكم ويانا. قصص هواية الأطفال يحبوها وكلش كلش متعلقين بيها، وأكو قصص يعني يمكن ما يفهموها الأطفال، لكن أكو طرق بالأحادية نستخدمها إحنا ككادر أحادية نستخدمها إلهم على مود نوصلها، مثل الإسكيجات بالأخص الحركات. الطفل كلش يتأثر بالحركات، فأكو حركات مثلا البيت اللي مبني على الصخر وعلى الرمل، اوكي هذا البيت كلش متاثرين بيه لكن ما كانوا يفهمون شلون راح يكون. فسوينا سكتش كلش بسيط وسوينا انه شلون هذا البيت، سوينا بيتين وشلون جبنا هذا باور مال الهواء اوكي، وسوينا وشافوا البيت اللي على الرمل شلون ينهار، والبيت اللي على الصخر طبعا مسوين اساسه كلش قوي، فالبيت اللي على الصخر ما ينهار، فلحد الان باقيه ببالهم. أكثر قصة تحبيها بالكتاب المقدس وليش؟ آدم وحواء لين يسوع قال آدم وحواء لا تأكلوا من هاي الشجرة، حواء أكلت منها الشجرة فصاحت آدم قال لها تعالي أكلي من هاي الشجرة، فهو أكل من هاي الشجرة. قصة شمشون، لأنه هو لما كان عنده قوة كانت القوة في شعره، فلما اجوا الأعداء قصوا شعره فهو صار ضعيف وطلب من الله وصلى أنه يطول شعره ويكون أقوى وأقوى، والرب استجاب صلواته ورجع القوة أضعاف وأضعاف، صار أقوى من اللي قبل. ومثل ما شفتوا أصدقائي هواية قصص راح تبقى ببال الأطفال وراح يتعلمون منها إذا استخدمنا الطرق المناسبة بتعليمهم. كثير أفلام بتضحك نشوفها على شبكات التواصل الاجتماعي، نستعرضها سوا. أنا كتير زعلان لأنه خلصت حلقتنا لليوم، صار لازم أودعكم. بشوفكم بحلقة جديدة.